سي عطير، اهلا وسهلا ومرحبا بك، ورمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك سعيد، وعشر مباركة مسعودة لكل المشاهدين الأوفياء لهذه القناة اللي الاسم ديالها هيبة بريس، ومع عزيزي وصديقي عبد العزيز. الله يبارك فيك. قبل ما ندخلوا في الحوار ديالنا سي عطير، خبرنا كيفاش كدوز رمضان؟ واش باقي محافظ على التقاليد ديالك؟ واش كيفاش كندوز رمضان كباقي المغاربة اللي هنا لاش ديالنا دابا داخلين في الروتور؟ هنا زيد في حي شعبي، ما يمكن الا الطقوس ديال الاحياء الشعبيه باقه ترخي بظلالها الى اليوم. الحريره لا بد منها. الحريره والاشياء اللي عاديه، الشباكيه، الاشياء اللي كيعرفوا المغاربه هي اللي كاينه. التقليه الى يسر الله مره والحوت ايش يعني، المهم بحال المغاربه كاكل. شيء مهم، التمر، لا الماء، السفنج. لا السفنج حيت كناكلو هنا على مدار السنه واقيلا فعلا عزيز عليا السفنج، ولكن معانا كناكلو بزاف في البوادي المغربيه، وربما حيت في رمضان انا كندير كنشتغل بحالكم، كندير ان ستوك ديال الحلقات، بس يصعب عليا انني نشتغل في رمضان الا لماما فين كنشتغل في رمضان، وبالتالي الشفنج خاصني ما هي وما لونه باش ناخذ الشفنج. ولكن شكرا لك على المعلومه، غادي نقلبوا على الشفنج. مرحبا، تبارك الله عليك سي عطير. على ذكر البوادي، بعد المرور ديال 13 سنه او 14 سنه على انطلاق ريحه الدوار، كيف زعما كيف يحضر الان، او كيفاش كتذكر هذيك البدايه؟ انا ما اختاريتهاش، كيف ما اختاريش هذا الميدان. انا بعدا كنحيي واحد الاستاذ كان كيقريني اللغه الفرنسيه، اسمه الاستاذ الزهراوي، هذا من اعزائي ومن الناس اللي كانوا عندهم بصمه في المسار الدراسي ديال عاطر. تلاقيت به يعني قبل عقد من الزمن دابا، وقال لي سي عطير وانت كي داير بخير وكي داير معي الميدان الفني؟ قلت له استاذ انا اخترت الميدان واتحمل التبعات. قال لي سي عطير انا حضرت يعني البدايات الاولى والارهاصات الاوليه ديال مسار اسمه عطير، فعندي في لاكلاس، وبالتالي انا اللي غنقول لك واش انت اختاريتي الميدان ولا الميدان الذي اختارك. أنت لم تختير الميدان، ولكن الميدان الذي اختارك وشتانا بين الأمرين. وقلت لي شكرا أستاذ زهراوي على هذه الشهادة اللي كان اعتز بها، ومن هذا المنبر كنحيي جميع الأساتذة اللي كان عندهم أفضال على هذا العبد الضعيف إلى الله اللي سميته محمد عاطر. الميدان البرنامج الإذاعي كتب لي أنني نشتغل في MFM بداية أو أواخر ديال سنة ديال 2007. دابا أنا في 16 سنة مع العمل الإذاعي، وكنت دائما كنقول لماذا يعني كفاءات وطاقات بقيت حبيسة الميكروفون في الإذاعة الوطنية وهي تعج بعشرات الألمعيين عشرات يعني الطاقات، لماذا بقيت حبيسة الميكروفون ولم أعي السبب إلا حتى درت البرنامج الإذاعي واشتغلت في العمل الإذاعي وعرفت سحر الميكروفون، وأن الإذاعة أو الراديو كيوصل بشكل كبير عند المتلقي وكون عنده وقع أكثر إن لم أقل كبر من التلفزيون. تم عرفت بأن العمل الإذاعي يمكن يحول مسار ديال الفنان من واحد اللي مشهود له مثلا بأدواره في التلفزيون، ويكون العمل الإذاعي عنده بصمة خاصة، ويولي في الشارع العام يسأل على العمل الإذاعي أكثر من التلفزيون، غير ما مرة كيوقفوني الناس يعني في المدارات ديال في الطرقان، اش من قبيله غتمشي
وعلاش ما مشيتيش للقبيله الفلانيه، او لو وقتاش غد تزورنا او هذا، او لا كتلقى مع الناس كيسولوك وكيقول لي امي كتموت عليك او با كيموت عليك. وهذا هو السر في انني يعني اعشق العمل الاذاعي، وعلى وجه الخصوص الاشتغال في العالم القروي اللي لقيته يعني باقي فيرج. ويمكن لا 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 يعني السيناريست اللي باقي ما اشتغلوش على العالم القروي حقيقه يعني راه كنز باقي فيه الاشياء اللي فيها تمغربيه الحقيقيه، واللي يمكن في اي بقاع العالم الا داز لو سيناريو ديال الباديه كنعرفوا حقيقه اننا تحدث عن بلد كبير اسمه المغرب. السي عطير، البرنامج ديال الدوار واش هو موجه للبسطاء من خلال اللغه ديالو؟ لا، هو موجه يعني هو ياتي من البسطاء، ماشي موجه الى البسطاء. البسطاء يتحدثوا، هو الميكروفون تعطى للبسطاء يتحدثون بتلقائيه، غير ما مره ماشي مفروض عليهم، ماشي يقولوا ماشي هادشي. هذا هو اللي خلى النجاح ديال البرنامج. البرنامج يتوجه الى العامه، فاي واحد لقى ضالته في البرنامج راه غيتبعو. انا لي الشرف ان جميع الفئات المجتمعيه تتابعه، لا للفئات المثقفة عبر الباحثين في علم الاجتماع وهم كثر، ولا الأساتذة الجامعيين أو الدكاترة الذين لهم هم ثقافي تراثي اللي كينهل من المغرب العميق ويعرف الامتداد ديالو في جذور المغاربة الحقيقيين، أو لا أمي وبا وهذا المجتمع ديالنا اللي عزيز عليهم البرنامج لأنه يحيلهم على تاريخهم الذين عاشوه، او للمعيش اللي بداوا به حياتهم، وبالتالي يشكل البرنامج نوستالجيا حقيقيه لحالتهم على تاريخ عاشوه. اوكي سي عطير، رغم النجاح ديال هذا البرنامج في الاقاليم يعني البوادي يعني اونتر بارونتيز العروبيه، الا انه لم ينجح في خلق نسخ منه في المناطق الريف الشرق في الاطلس. كتب البرنامج منذ 2010 إلى اليوم، يعني أنا داخل في الموسم الرابع عشر، أنه يشتغل على بين مزدوجتين العروبية، من هذا الحوض، من الحوض هذا الحوض لباسان ديال من الصويرة إلى قرابة مولاي بوسلهام، ورانا مشيت يعني نواحي ديال القصر الكبير ولم أتمكن من تسجيل هناك، من الدار البيضاء الى مراكش، من الدار البيضاء الى نواحي سيدي قاسم الغرب، الى هذه المناطق كلها زارها البرنامج. وانا في ثقافتي لا يمكن ان اشتغل على ثقافه اجهلها. انا احترم الثقافه الامازيغيه، احترم الثقافه الريفيه، احترم الثقافه الحسانيه، وبالتالي لا يمكن ان اتطاول على واحد الثقافة راسخة عند المغاربة وأنا أجهلها، وبالتالي يعني كنخلي الأمور للناس مواليها. بحال مثلا إلى ناض شي حد بغى يدير ريحة الدوار ديال الأمازيغ مرحبا، وأنا أرشده، ولي الشرف أن يعني تكون انطلاقة من عند هذا العبد الضعيف أن يشتغلوا الناس على الثقافة الحسانية كذلك والثقافة الريفية، وبالتالي نلم بجميع. ولكن لي الشرف الكبير أن الناس ديال أكادير والنواحي ديال الصحراء وتل العيون والمناطق الجنوبية تل الداخلة متتبعون أوفياء، إن لم أقل كل المغاربة. أنا نهار يعني بعد خمس سنين ديال البرنامج زرت وجدة ولقيت يعني الجمهور متتبع وفي لهذا البرنامج، ومشيت نواحي ديال الحسيمة في هذيك لازون كلها كوتيير ديال البحر الأبيض المتوسط، ولقيت الناس. وهذا الذي زادني إصرارا وحبا في أنني نشتغل
على العالم القروي وبدون كلل ولا ملل، وأي حاجة تهون في سبيل إسعاد المتلقي اللي متبع بشغف هذا البرنامج، اللي كنشكر الله مبدئيا أنه ألهمني أنني ندير مثل هذه البرامج. ممكن تيش كتمنى أنه هذا البرنامج ينتقل للتلفزيون؟ هو صعب جدا أنك تدير النسخة كربونية للبرنامج في التلفزيون. البرنامج تلقائي وروحه هي تلقائيته، إلى جل التلفزيون سيفقد بريقه ولمعانه، وبالتالي يمكن مثلا ناخده منه روح برنامج آخر كالبرنامج اللي درت ديال ريحة الضوء ديال عيوطم كاحل في التلفزيون، كان وثائقي. الروح ديال البرنامج ريحة الضوء كينا، ولكن ماشي هو يعني نفسه. الإذاعة لها خصوصياتها، والتلفزيون انت سيد العارفين تعرف خصوصياته. سي عاطر، حنا كنعيشوا واحد التخصص، انت كدير التمثيل ثم التنشيط ثم الفكاهة، كيفاش كتستطع انك تجمع ما بين هذا؟ راه قبيلة في الاول قلت لك اودي سي لو دون، سي الموهبة. انسان راه الموهبة قبل كل شيء. إلا كنتي موهوب، الموهبة كتعطيك العشق، ملي كتعشق حاجة كتفانى فيها وكتولي فيها بخير. مني كتكون انت مبزز على راسك راه ما غتوصلش، ما توصلش، ما تعطيش فيها هذاك، راه ماكلة الماكلة شي الماكلة إلا ما عاجباكش ما غتاكلهاش بديك شراهة، ولا كان مبزز عليك وليتي باغا تحطها، راه هي هادي. انت كتشتغل على شي حاجة كتبغيها. واش انسان مثلا غتقدر تضرب 250 كيلومتر ولا 300 كيلومتر وترجع خاوية الوفاد بخفي حنين، ترجع وانت ما جبتي والو، وتستمر السيمانة الاخرى تراني غادي القبيلة اخرى. اذا هذا الحب ماشي الماديات يمكن انا نمشي لمجال اخر ونكسب نفس هذاك الشيء. ودابا لا كاع دابا الى ما اظن والله الا لا زعما صراحه يقدر يجيب لي البكي هذا الشيء، ما اظن حياتي خارجة هذا البرنامج الذي اسمه ريحة الدوار. ريحة الدوار. بما اننا نرجعوا للفكاهة، وبما ان السي عاطر عرفنا على الفكاهة، واش كاين هناك ضعف الانتاج الفني الكوميدي؟ لا ماشي كاين ضعف، كاينين طاقات، كاينين فليجان مزيانين، ماشي كثار ولكن كاينين، يعني نماذج جميلة جدا. اللي مطلوب هو الاشتغال على النص، ما يكونش أي نص نقدمه للناس، لأن الجمهور المغربي جمهور يعني يعي ما يقدم له، وكاينين فئات اللي عارفة بالشأن وكتعرف الضحك وكتعرف السخرية وكتعرف جميع الألوان كتعرفها، وبالتالي وجب احترام هذا المتلقي. وعندما تحترم المتلقي تحترم نفسك قبل كل شيء، وكتضمن نجاح داك الشيء اللي كتقدم. محمد عطير من خلال أعماله كفنان واش كيبحث على الجمهور أم المشاهدين فقط؟ لا كنت كان أنا شوف أنا احترم المشاهد كيف ما كان نوعه، ماشي ما كنختارش أنا هذا يعني نوعي، وهذا أنا أوجه المنتوج ديالي ياك، وهذاك الجمهور هو اللي كيدير ليفالياسيون ولا التقييم ديال الاشياء ديالي. هذا باحث في علم الاجتماع كيحطني في هذه الخانه، وهذا الوالد ديالي الله يرحمه ولا امي كتحطني في هذه الخانه ولا في هذه ولا فيها. الله المشاهد ولا المتلقي هو الفيصل. تلقى جمهور واحد كيحطك في هذه الخانه، واحد ولا كاع يقول لك اودي انت لا تروقني، وهذا حقه، هذا حقه، وبالتالي انا احترم الجميع، وكنبغي المتلقي يكون راضي على داك الشيء اللي كنقدم، وما كنقدمش اي حاجه الا بعد الاستشاره عندي محيط احترمه فيه اخوان اصدقاء ديالي، هو اللي كيخليني ما نديرايش، وكنسول ذوي الاختصاص، وبالتالي ممكن هذا هو سؤالي الموالي، يعني من محمد عاطر كيعطي الاذن ديالو؟ عندي اللي كيسمع البرنامج ريحه الدوار
يتضح له أن عطير بحال كيدير الصحافة أو لا إعلامي. أنا لم أكن قط إعلاميا ولم أكن قط صحافيا، أنا واحد الرجل كان بعد الإجازة يعني شاءت القدرة الإلهية أن نتلقى أخوين إخوان عزيزين عليا في الإعلام، على رأسهم الأخ والصديق والعزيز حسن البصري، صحيح هو الذي كان وراء هذا. يعني كنت كنقرأ ليه في جريدة المنتخب، كنت كنقرأ للإخوان في الجرائد كاملة، وبالتالي تكونت عندي واحد يعني واحد الباك جراوند باش نكون يعني كنعرف القارئ المحتمل. القارئ المحتمل انك دائما كدير نصب عينيك ان راه يمكن يسمعك واحد السيد اللي في مستوى عال من الفكر، مستوى عال من العلم، وبالتالي خصك تكون انت عند حسن ظنه، ماشي كتقول انت انا نقول اللوح وصافي. فهذاك الاطار اللي خلقته نفسي من خلال الاحتكاك يعني رجالات الصحافة كان عنده وقع على عاطر. بعد هذه الرحلة الفنية الطويلة ديال ما طويلاش طويلة أعمالي لا أعمالي أعمالي يعني معدودة، وهي رحلة طويلة بالنسبة للدومين، ولكن في التلفزيون لما أشتغل بشكل الكافي عندي أعمالي ربما هذا راجع ليك ولا راجع لا لا شوف أنا والله العظيم هذه نصيحة لك أنت، نصيحة للجميع من له أذن صاغية. عندي شعار سميتو ربي اختر لي ولا تدعني أختار. إيش هي الأعمال اللي قريبة إليك اللي قريبة لقلبك؟ هو كان من المرحلة من الثنائي لبال اللي كان حي بالمناسبة صديقي عبد الجليل المرجوك، من يعني المرحلة للتحول إلى الاشتغال في التلفزيون هي زايد ناقص. أنا أعتز بهذه التجربة لأن كانت رفقة الرواد الراحل محمد بن إبراهيم، الراحل حسن بضياف، الراحل أحمد الرداني، الراحل دريس حدادي، فهذه أسماء الله يرحمها، وإلى الإخوان اللي باقين على قيد الحياة حسن فلان، عبد الغني الصناق، فاطمة والشاي، فنان فاطمة النوالي، جواد السيح صديقي وعزيزي، يعني أسماء كثيرة بقيت محفورة ذاكرتي. الزمن الجميل لأن كان الاشتغال بحب، الناس كتحب الميدان اللي كتشتغل فيه، ماشي ما كانش عندها هم المادي هو الأول. رجعوا للأعمال التي قريبة، كاينة حلقة هي حلقات كثيرة من برنامج مداولة، ولكن الحلقة اللي ما عمرها غتنسى ليا هي ديال السمايرية اللي كنا نديو للعيالات الذهب ديالهم، واللي كنت كنقول فيها ديك اللازمة اللي بقات تاهي محفوظة عن ظهري قلب، بحق اليافورين والياخومين والياشلواشين حيث عزمين نزلوا كاملين، إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم. العمل الآخر هو اللي كان رفقة الكبير ديالنا والرائد ديالنا اللي هو الحاج محمد الجم، اللي هي العام طويل مع السيناريست الكبير اللي مش عند الله وافتقدته الساحة الفنية، الأستاذ الجامعي مصطفى نسناوي. العام طويل كانت يعني شيدوفر ديال هاد العبد الضعيف، لأن كانت عزفات على الوتر الحساس ديال التعليم في بلادنا على وجه التعليم الخصوصي. هل عيوطم كحل حتى هو كان عمل مستضعفون، كان مسلسل تا هو ناجح وواحد اللي تا هو من أروع الحاجات اللي عجبتني. رفقة عبد الله ديدان اللي هو العمل التلفزيوني درناه مع الأخ عبد السلام المفتاحي اللي هو المفتيش حمادي، كانت سلسلة رائعة هي، إلى جانب عشرات الحلقات ديال المداولة والسهرات ديال اللي دزت فيهم
كاف وكاهي لا في القناة الأولى ولا في القناة الثانية، إضافة إلى ميدي آن كان برنامج ناجح في 2014 كانت ساعة قبل الفطور، كانت هي ناجحة رفقة الناجي الأمجد وإلهام وعزيز. الشخصية اللي كيحلم عاطير أنه يأديها، الشخصية اللي كان يعني عندي أمل كبير قبل ما نلقى الله أنني نقدمها، هي هذا الكم المعرفي اللي عندي ديال البادية. ما كرهتش نلعب مسلسل في البادية بهذاك الشيء اللي عرفت في البوادي المغربية، وهذاك الشيء اللي عاش القبائل المغربية، وهذاك الشيء اللي عاشه الإنسان البدوي المغربي الذي يحب وطنه. وما كرهتش شي سيناريو في هذا الباب هذا ونلعبه وأغادركم إلى دار البقاء. الباقي محتاجين بإذن الله. كل شيء تعمقتي في الأشياء دي البادية، وكما قلت الشخصية اللي بغيتي تمثلها وباقي تبغي تخصك توصل لها هي هذا شي سيناريو يكون دي البادية. شنو اللي الحوايج اللي بكوك في هذه المواضيع دي البادية اللي بكاتك فعلا؟ قصة ستبقى يعني موشومة في الذاكرة ديالي، حكاها لي واحد الرجل من نواحي ديال إيغود. هذا الرجل كان جاو بالصحراء، هو كان كبير يعني 100 وشي حاجة، يعني قرن من الزمن. في 2017 أظن كنت في إيغود، تحية للناس ديال حمر بالمناسبة. وكان حكى لي قصة أنهم جاو من الصحراء هو وبوه وهو خوتو، هو خوخ واحد اخر كاين دري صغير، وجاو يعني لاجليهم، يعني جاو على ورزازات وجايين يدخلوا لمراكش وداك الشيء. فاتوا مراكش، دخلوا رحامنا في العصر، أدن الأذان وجاعوا بزاف. فالرجل كانت عنده ديك ما كيبغيش يهبط قويه يعني كانت. فقال للمراه سيري لهذاك الدوار، دخلي وطلبي شي خبيز شي حاجه ناكلوها. مشات المراه، تسناو أدن المغرب كاع ما جاوش، ما جاتش. فات المغرب ما جاتش، طاح الظلمة ما جاتش. مشى الراجل لواحد بين جبلين على الخلا، لقى واحد السلهام حضن عليه ولده، وبقى بارك البرد وداك الشيء. مشاو الدراري قلبوا في الليل على شي حاجه ياكلوها في الدوار، كيلقاو شي مرأة كتخبز، أظن أنهم خونوا شي خبزة مساكن جابوها ليهم وداك الشيء، وبقاو شدوها وبقاو ملاهين مع الدوار تيخمد، لأن باش كيديروا تيدوزوا. في الصباح أنا مبقيتش حلقة على هذا، ولكن قصة مؤثرة جدا. فالصباح دايزين السواقة غاديين كيسمعوا الأنين ديال البكاء ديال الدري الصغير، بقاو تابعين فين الصوت، تلقاو الراجل المسكين فارق الحياة وبقى غير الدري الصغير. هذاك الولد يعني واش خو هذا اللي كيحكي لينا هو اللي عنده 100 عام دابا ولا هذا؟ اللي كان مؤثر جدا وبقى ليا في خاطري هو سولته، قلت لي واش سمحتي ليها؟ قال لي عمرني ما نسمح ليها، لان مشات وخلاتنا. اظن ان البات مات بالفقسه، ولكن هو تغافل على واحد الجانب ما من ادراه، بان يعني شدوها الناس صحة او خونوها او اداوها او توفت وعشرات او لا يعني اداوها الناس. لان انا دزت في غير ما مره في حلقات انه انا كنت دزت شي حلقه راجل جاو ومرته ضايفوهم، داو الراجل عند الضياف وداو المراه عند العيالات، الصباح فاق ما لقاش مرته. يعني راه زمان سيبه فعلا.
فعلا هذا هذه القصه المؤثره. هما بزاف غير هذه اللي حضرتني دابا، وهذا اللي كاين ومؤثر جدا. انتهينا من السي عطير محمد عطير الفنان. دابا غادي نتكلم مع رئيس حزب الضاحكون. رئيس حزب الضاحكون اولا بعدا لي الشرف الكبير انني نكون يعني هنا كنضحكوا بها امين عام باش نضحكوا مع الجمهور الكريم. حزب الضاحكون هو ماشي مني انا، ولكن كاينين اساتذه عزاز على قلبي، هي دكاتره وناس اساتذه جامعيون عندهم واحد المشترك مع عاطر. كنبركوا كنضحكوا مره كنديروا دعابات يعني، وكنتشاركوا ما بيناتنا، وانا عندنا علاقه ما بيناتنا كنتلاقاو، وهذاك هو المشترك كنديروا مره. حزب الضاحكون، واحد السيد عيط لي قال لي واش هذا حزب الضاحكون غيدخل الانتخابات؟ قال لي لا غيدخل سوق راس. هذاك حزب كنضحكوا به شويه وصافي، هذا مكان. ولكن لو اردنا نعرف رايك كفنان في الفاعل السياسي المغربي، كفنان الفاعل السياسي المغربي كاين الناس اللي كيشتغلوا بحب، وكاينين هو كاين الغت والسمين، ما يمكنش نديروا احنا. اولا انا لست مؤهلا انني نحكم على الناس السياسيين، وانا لست محيطا بالعلوم السياسيه. بنادم حجر وطوب، يمكن يكون الناس اللي عزيز عليهم البلاد وكيخدموا بحب ديال البلاد، وكاينين الانتهازيين، وهادشي في جميع المجالات ماشي غير في المجال السياسي. محمد عطير، واش متفائل بخصوص الوضع الفني في المغرب في ظل هذه الحكومه؟ لا 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 لا، الوضع الفني في المغرب خاصو غير نحترمو على التخصصات، وغنكونو مزيانين غنحترمو التخصص. هذا سيناريست يبقى سيناريست، وهذا ديكوراتور يبقى ديكوراتور، وهذا ارتيست يبقى ارتيست، وهذا كوميديان يبقى كوميديان، وهذا كل حسب اختصاصه. وما يمكنش احنا بحال البوزل، راه الا ركبتي بلاصه غتبقى شاده بلاصتها. فيه مني ما كنحترموش التخصصات كنقعوا في حيص بيص، وبالتالي غنوقعوا في التي لا تحمد عقباها. ما زوينش الميدان الفني. انا يعني كيبقى في الحال ان المجال الفني ما يكونش راقي بشكل كبير، خصنا نلقاو بعد المتلقي. راه عندنا متلقي في مستوى كبير جدا، خصنا نطلعوا عنده. سؤالين خفيفين، ماذا تعني لك الام؟ الكون، الحياه، هي الام. انا يطرح علي سؤال بشكل متواتر، منين كتدبر على هذوك النوامر اللي كيدوزوا عندك في البرنامج؟ الجواب الشافي هو كتجيبهم لي امي. مني كنمشي عندها كدعي معايا، كنمشي للدواور كنلقى هذوك باب. وبالتالي الام راه شوف واش الكلام ديال الله فيه نظر؟ لا الأم هذه قدر نقول سبب النجاح ديال السي عطير هو الأم. سبب نجاحي نجاح عطير احترام الناس، احترام والدينا، هذاك مبدئيا احترام نفوسنا قبل والدينا، لأنه غير بطزيت معلقة في كل بيت. راه تور درور كي درتي لوالديك غيديروا لك ولادك. السلام عليكم، بحال الدين تخلصوا عليك صافي. الانتوراج، محيط هو عنده دور النجاح، والاسره، الزوجه الفاضله لها نصيب كبير في نجاح محمد عاطر، خصوصا على المستوى العمل الاذاعي. شي كلمه اخيره جنبك؟ كلمه اخيره، انا يعني اتمنى من الله انني عمرني ما ندير اشياء تسيء الى الذوق العام، عمرني ما ندير شي حاجه اللي يمكن
يعني ما تكونش في المستوى ديال الجمهور الكريم. أتمنى دائما نكون مستوى التطلعات ديال المتلقي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.